سلام. بعدها الحياة حلوة وتمام مثل ما انتم شايفين، سوينا لكم هذا اللوك علشان شوي نذكركم ان في توتوريالات نار راح تشوفونها مع بوتيكات. اليوم التوتوريال مع الميك اب ارتست الخطيرة لجين قفاص من السعودية. تبون تشوفون الخطوات؟ تابعوا معانا هالفيديو. الحين ايش حنسوي؟ ايش راح نسوي؟ برايمر. بس انا صراحه احط كونسيلر. ممكن اسالك سؤال؟ قولي اسالي وجاوبي الصج. طيب انت مؤمنه بان برايمر العين غير عن الكونسيلر؟ في فرق ايوه، لانه البرايمر محتاج لتثبيت. البرايمر خلاص تحطيه تبي ينشف تبدأ على طول شادو. صدق والله. الكونسيلر يحتاج بس تثبتي، بس اذا سويتي دي الحركتين خلاص يغنيك عن البرايمر. اوكي دحين ما شاء الله ايش بنسوي؟ بعكس لك شوي حواجبك كذا عشان ترجع تثبت اسرع. دحين حبدا استخدم اللون الطوبي على كورنر العين والبقايا اجي فيها قدام. وايد برد فمضطره اني انا البس جاكيتي علشان جملة. تستمر الحياة. استخدم هذه الدرجة. الحين ايش بسوي عشان اثبت الجليتر الخشن؟ هو مو خشن بس انه اي جليتر نوعا ما، فيكس ميست على البشرة او على العين عادي، واجي طبطبة خفيفة مرة. انا ما ابغى يبين حبات، انا ابغى الجليتر يبين مع البيجمنت كأنه موية مدموجين مع بعض. الحين بحط كونسيلر وما برح ما ححطه فاتح مرة، لا وسط من الجهتين. منو اكثر ميك اب ارتست تحبين شغلها؟ الله. بدون تفكير ولا بدون تفكير؟ بدون تفكير. يلا بسرعه. استني كثير حرام والله. واحدة حرام. واحده فقط، واحده بس. حرام كثير. مالي شغل. انت اول تحبي بس غدير، انا احب كثير. توب 1 لذوقي انا، يعني كلهم حلوين وكلهم فنانات، بس لذوقي انا وعد، وعد التركي. وعد التركي. تحيه حق وعد. والله دحين بستخدم لها ميك اب فوريفر الالترا اتش دي، طبعا هو تغطيته متوسطه الى خفيفه، فبحط لها اياها كطبقه خفيفه وبعدها ابدا استخدم الكونسيلر برضو حق ميك اب فوريفر. دحين اي لا تذكريني دحين بحكي مع الكويتي. احكي مو بالكويتي، احكي بالعراق. انا قلت لك لما تكون لمت العراق والكويت والبحرين والبحريني كله والسعودي بلهجه واحده. تمام. دحين بستخدم لها هذه الدرجتين، طبعا هذا باليت ميك اب فوريفر مره احبه لانه فيه اكثر من لون. حاخذ فرشه كونسيلر عاديه براسها. اخترنا هذا الروج راح نحطه من ميك اب فوريفر. راح نستخدم باليت اوفرا الهايلايت. الحين بستخدم لها مالا ويلز، هذا مرطب شفايف. لجين انت شخصية تيننين وميك اب تشينن وكل التفاصيل بهالتوتوريال كانت تيننين، ومثل ما انا استمتعت اكيد كل المشاهدين راح يستمتعون بهالتوتوريال، ونشوفكم بحلقات اقوى توتوريالات اجمل. حبكم وايد.